بالنسبه للمشاركه ديالي اليوم في المهرجان الوطني لفن العيطه، هذا شرف كبير كبير ليا وماشي اول مره، هذه الدوره الخامسه، وكنبغي نشكر وزاره الثقافه من هذا المنبر كيعطونا فرصه للشباب باش نبقاو محافظين على هذا الموروث الثقافي كيمدوا لنا يد المساعده. هذا هو الهدف ديالنا، الهدف ديالنا نوصلوا العيطه لهذا الجيل ديال دابا ونوصلوها ليه صحيحه. احنا حافظين على الرواد، وانا خايده القدوه ديالي المرحومه فاطمه بنت الحسين، خايدها قدوه ومرجع. كنغنيو العيطه كما هي، ما كنزيدوها ما كننقصوها، هذا هو الهدف ديالنا باش نبينوا الشباب اللي جاي من ورانا العيطه كما هي. فنانه تراكس ما بينو بينها حتى شي خلاف، و الا قالت بان العيطه ما كتوكلش الخبز، حنا انا بعدا كنهضر على راسي شخصيا، انا العيطه حبي ليها كيف عطاتني كيف ما عطاتنيش، انا كنبقى مقاتله معاها حتى النهايه. بالنسبه للانتقادات اللي جات من عند الجمهور على الشبه بيني وبين الفنانه دنيا فاطمه، ما غنرجع على حتى شي واحد، كل واحد والراي ديالو، انا ما كيعترفش فيا التعاليق، وشرف كبير كبير بزاف كنعاود نقولها نكون اشبه الفنانه دنيا فاطمه، يعزز على قلبي بزاف، كنوجه لها تحيه من هذا المنبر، وكنبغي نقول للناس ما تبقاوش تنتقدوا الفنان شكليا، تنتقدوه فنيا. كيف ما سبق ليا وقلت، العيطه ما محتاجاش لبوس وماشي يلاه غديرها، راه دارتها في الوقت اللي ما كانش الاسم ديال البوس، وحنا ان شاء الله في الاستمراريه.